أعزائي متابعي قناة الـ HBC في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد من خلال برنامج نجوم الملاعب. طبعا في إطار التغطية لسفينكس والتميز في جميع الفرق، إحنا حريصين إن إحنا في كل حلقة نغطي فريق ونقول الإنجازات بتاعته. النهاردة معانا فريق متميز جدا، أرشيف البطولات بتاعه متميز للغاية. هيكون في ضيافتي النهاردة كابتن أشرف يحيى مدرب سفينكس فريق 2011، هيكون في ضيافتي ايضا كابتن يوسف مجدي مدرب سفينكس 2011، كما هيكون في ضيافتي نجم المستقبل كابتن محمد محمود غريب لاعب 2011. بنرحب بيكم. سعيدين بحضرتك، نورتوني. نور حضرتك. طبعا انا بس عايزه انوه للساده المشاهدين قبل ما ابدا اللقاء ان فريق 2011 يا كابتن في دولاب بطولات قدامي متحرك، اولهم مركز ثالث بطوله رويال 2024، مركز ثاني اليورو 2023، مركز ثالث بطولة الأهلي 2023، مركز ثاني بالدوري المصري الإماراتي 2022. خليني أبدأ حديثي مع حضرتك بقى يا كابتن أشرف وأقول كابتن سامح، أول حاجة قالها لي إحنا عندنا كابتن أشرف يحيى هو أحد الأعمدة الأساسية لسفنكس. ليه؟ قال لي أولا هو مدرب فريق جيم، بيأسس الأولاد A to Z عشان يكون يأهلهم ان هم ينتقلوا للليفل الاعلى. تمام. كلمني بقى شويه بنعمل ده ازاي. حضرتك انت لما الولد بيجي لي في الاول خالص اوريدي ممكن الولد يجي لك هو عنده الاستلام، الباص، الكنترول على الكوره بيبقى كويس. ده ما بيحتاجش شغل كتير. في اولاد تانية بتيجي مش ما عندهاش كوره اصلا، الموهبه مش موجوده متوقع. مش موجوده. طب ده اتعامل معاه ازاي وهو معايا في جيم او في دي في المستوى الاقل دوت؟ طبعا الوحده التدريبيه ما بتبقاش واحده، لان لو حطيت وحده تدريبيه اعلى للولد اللي هو كنتروله كويس، باصه كويس، سلامه كويس، دريبله بالكوره كويس، التاني هيتظلم لان هو اصلا ما عندوش الاساسيات ديت. طيب لو حطيت المستوى اقل من كده خالص، ان انا اخليه يمشي بكنترول اقل بشويه، الباص يبقى اقل شويه، انا ظلمت التاني لان هو مستوى اعلى منه. فاحنا بنبدا نقسم الشغل بتاعنا ان الولد دوت نعمل له وحده تدريبيه خاصه والولد نعمل له وحده تدريبيه خاصه. طب ازاي وانا معايا سكواد كبير يتعدى مثلا 20 30 ولد حقيقه، فهعمل ايه؟ اعمل ده ازاي؟ بحاول ان انا اقسم المجاميع بتاعتي واعمل لهم نموذج والتاني وممكن التالت كمان اطبقه في نفس التمرين اللي انا شغال فيه. ودي ده شغل، ودي ده شغل، ودي ده شغل. فانا كده وزعت الوحدات التدريبيه كلها على الثلاث نماذج اللي عندي. طيب دور حضرتك الاهم فعلا على الاطلاق، يعني لازم يكون التنظيم ماشي بالسيستم ده علشان لازم يطلع لعيبه كوره. حضرتك ما هو انا بص حضرتك الكوره في الاول موهبه، وكلنا دلوقتي اطفالنا بصوا لمحمد صلاح. فهو اوريدي هو عايز يبقى لعيب كوره. طب انا ما عنديش كوره اعمل ايه؟ عايز اتعلم كوره. انا ضميري المهني بيخليني ان انا اتعامل مع الولد ده لان انا عندي تجربه خاصه مع ابني مثلا ان هو ما كانش بيحب الكوره وكان رايح معايا على ان اقدم لابنك لاخوك كبير في يلعب كوره. بسم الله ما شاء الله دلوقتي هو من نجوم سفينكس. طيب ده يخليني معلش يخليني اشتغل مع الولد اللي هو مستواه قليل دوت، لعل وعسى ان هو يكون في حاجه، لان الولد خلي بالي حضرتك ممكن ما يكونش عنده كوره او الموهبه اللي هي بتاعت ميسي، ما يكونش عنده موهبه ميسي، بس عنده الطموح والكفاح بتاع كريستيانو. صح كده، صح كده. حضرتك بتعمل الميكس ما بين الحاجتين، بتشتغل على العنصر اللي موجود اكتر في اللعب. تمام. خليني انتقل لكابتن يوسف مجدي. قول لي بقى، بما انك مدرب في اكاديميه سفينكس بالتحديد فريق 2011، قول لي انت ازاي لما بيجي لك لاعب بتكون حريص على ايه في الاعداد في البدايه ليه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده بتبتدي معاه بايه؟ هو انا بصفتي ماسك فريق سفينكس 2011، يعني بنيجي قبل اي بطوله بنخشها بشهر مثلا بنجتمع بكابتن عواد مدير استشاري الاكاديميه، وكابتن محمد عمر المستشار الفني للاكاديميه، وكابتن محمد عمر مدير فني الاكاديميه، وكابتن سامح اداري الاكاديميه. تمام. بنقعد معاهم قبل البطوله بشهر، بنعمل لهم تدريبات خاصه ليهم، بنشوف مين اللعيبه المؤهله ان هي تخش الدوري. تمام. البطوله دي بمعنى مثلا في كلاس A وكلاس B وكلاس C زي ما احنا مقسمينهم في الاكاديميه. فبنشتغل معاهم شويه تدريبات معينه بدنيه، مهاريه، كرويا، وهكذا لحد ما نشوف مين اللعيبه اللي هتصلح تدخل البطوله ديت وبنختارهم، وهكذا بيتم تفريز اللعيبه فتره الاعداد. طيب انا عندي سؤال مهم جدا لحضرتك يا كابتن يوسف. لو جالك لاعب عايز يتمرن مع حضرتك في الفريق،
امكانياته كويسه يعني الكوره بتاعته كويسه، بس التشيب بتاعه الوزن بتاعه اوفر شويه، اوفر ويت. بتعتمد على ان انت تشاركه مثلا في البطوله وتاخد الريسك ده، ولا بتستنى شويه بتاهله ازاي؟ هو الاول بنخليهم يوزنوا ونتابع معاهم الميزان في الاكل وفي النوم، يعني بنتابع معاهم واحده بواحده كانهم اكننا معاهم في البيت. تمام. فيعني بنشوف الولد اللي بيستجيب بسرعه بضطر ان هو انت عملت كده فانا بكافئك ان انا بحطك معاه في البطوله. ممكن مثلا لو انا كسبان او حاجه اديله الريسك 10 دقائق ربع ساعه مش هخسر فيها. فعلى هكذا يعني بنتم بنتكلم اللعيبه، انت لو وزنك زايد وها و يعني تابعت معايا ووزنك نقص وسمعت الكلام فانا بكافئك بان انا بحطك معايا في الفرقه. تمام، عظيم جدا. في النقطه دي يا استاذ بيري انا اسف يعني لو مقاطعه، احنا يا ريت بس واحنا بنتكلم لو نعرض سفنكس 2011 على الشاشه للساده المشاهدين. اتفضل. احنا واخدين تعليمات من كابتن سامح وكابتن محمد عمر، الاولاد اللي ميزانها كبير شويه نحاول يعني ما تشغلهمش كوره قوي، ما تشغلهمش كوره، حاول يكسب فيهم ثواب ان هم ينزلوا في بيجي لنا اولاد يعني يوسف معايا في اوزه عزة لعيب كوره محترم جدا جدا جدا، بس وزن الفريق اهو معانا كامل. ده فريق 2011 11. تمام، اتفضل يا كابتن. عندنا عزة ده لعيب عايز اقول لحضرتك مهاريا عالي جدا، بس طبعا الوزن زايد قوي، فكابتن يوسف اشتغل معاه، كابتن نادر اشتغل معاه، انا اشتغلت. بس ما بتاخدوش ريسك ان هو مثلا يدخل بطوله زي بطوله الاهلي او بطوله لا اليورو؟ هيبقى صعب لان طبعا التيرن اوفر اللي هو نعده كويس بعد كده السبرنتات الكلام ده، لا هيبقى صعب. لا انت عم تشتغل معاه ان وزنه ينزل، ماشي، ده اكبر مكسب، لانه انت ادام انت عندك كوره وزنك نزل لا اوريدي خلاص انت بقيت لعيب كويس لان انت عندك الاساسيات كويسه. تمام، انا عايزه بقى انتقل لنجم المستقبل بتاعنا محمد محمود غريب. قول لي ازيك الاول يا بطل. قول لي انت في 2011 في بطولات كتير اتحققت لهم ما بين اليورو والاهلي ورويال، قول لي بقى انت شاركت في حاجه فيهم؟ كلهم. طب كلمني الحماس بتاعك بيكون ازاي، وبالمدربين بتوعك بيحفزوك ازاي قبل بيقولوا لك ايه قبل اي بطوله؟ قبل الماتش مثلا كابتن يوسف كان بيجي يقول لي بيجمعنا كلنا مع بعض بيقول لنا ايه حديث يا رب اجعل الصعب سهلا، وبيقعد يحمسني يقول لها ما حدش يخاف والعبوا رجاله الكوره مكسب وخساره، كلام تحمسي فبيخليني اكسب. برافو عليك. طب قولي الاول انت مركزك في اللعب ايه؟ هاف ليفت وهاف رايت ونص ملعب. ده انت جوكر بقى على كده. طب مين اللي صنفك بقى في المدربين الافاضل قالوا لك انت تلعب في المراكز ديت؟ كابتن عمر بوسكا. كابتن عمر بوسكا، تمام، وبتدي فيها كويس بقى. الحمد لله، ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. خليني ارجع لحضرتك يا كابتن اشرف. اتفضل. انا في حاجه برضو العصفوره قالت لي. ايوه. قالت لي نجوم الملاعب، قالت لي ان حضرتك كنت مدرب 2012 وان هم ظهروا بمستوى رائع جدا ومميز، احتلوا في المركز الثاني في بطوله الاهلي وكسبوا فيه وتالقوا امام الاهلي بالفوز بخماسيه مقابل 3 اهداف 5-3. تمام. قولي عملتها ازاي دي؟ اولا فريق 2011 2012 كان جروب واحد، كان كابتن سامح عاملهم جروب واحد زي ما احنا شغالين دلوقتي. قرر فجاه ان هو يفصل 2011 و2012. كابتن يوسف كان شغال مع 2011، كابتن يوسف في يعتبر هو اللي مربي 2011 دي. تمام. فكان من نصيبي ان انا اخد الاولاد 2012. فكان فيهم بعض الاسماء اللي هم كويسه يعني، منهم مروان اشرف، حسين علاء، ابراهيم، فارس، لعيبه كويسه. ممكن ابص للكاميرا هنا؟ لعيبه كويسه جدا. بس يعني انا حاولت ان انا اشتغل بيهم مع الولاد اللي انا شفتهم، وبرده عشان الكابتن سامح برده ياخد حقه قال لي معاك فرقه 2013 احنا مش مشتركين بيها خالص، فشوف الولاد اللي انت عايزه. وفعلا ما اجبرنيش ان اخد مين ولا اسيب مين، لا انا اللي اخترت فعلا الولاد اللي انا عايزه. ساعتها كنت اخترت سيد سيكا، لعيب حضرتك يلعب اهلي زمالك يسافر بره يلعب في اي حته. يحيى شعبان كريته تؤهله لذلك. حضرتك امهر من مصطفى فتحي، ايمن حفني، يعني انا هو انا مشكلتي انا ويوسف ان انا بحب سيد سيكا جدا، لان لعيب بيمتع حضرتك الكوره. بيمتع حضرتك الكوره يعني حاجه، في الكوره في رجله انا كنت بتفرج عليه. متفق معايا في النقطه دي؟ هو يعني يوسف بيحب يوسف بيحب ميس اندرستاند على الهوا، بس برضه لازم افهم. مفيش اثنين يختلفوا على ان سيد لعيب كوره كبير جدا، بس هو كابتن اشرف بيحب اللعيب الحريف زياده. انا لا، بحب اللعيب اللي بيبقى عنده توازن ما بين الحرفنه وبين ان انا اقدر ادي واجب في الملعب. احب اللعيب اللي يهين نفسه، اللعيب اللي يبقى راجل بيحب اللعيب. ممكن اللي مثلا في حد بيحب الاداء الهجومي، في حد تاني بيميل ان هو لا ادي دفاع وهجوم بنفس المستوى.
سوا. انا بالزبط. الحمد لله كان سر نجاحي الحمد لله بعد ربنا سبحانه وتعالى وثقه كابتن سامح وكابتن محمد عمر بصراحه فيا اني ماسكين الفرقه وهم داخلين بطوله الاهلي بفتره قليله وان انا ابدا تكوينها مع ناس جديده داخله عليا ورايح بسكواد كبير جدا والمطلوب ان المفروض كله يلعب. كان عندي مركز ناقص في الفرقه كان ساعتها لسه مروان اشرف مع كابتن يوسف فالحمد لله كابتن سامح سمح لي ان انا اخده في البطوله. فاشتغلت عليهم خدت سيد يحيى شعبان كان مع حضرتك كان معايا على فكره أيوة سيد الحلقه السابقه سيد ويحيى وكان معايا اسر دول 2013 ياسين اسامه 2013 كانوا معايا في الفرقه منهم سيد ويحيى ما كانوش بيخرجوا من الملعب 2013 كنت بلعب الاهلي 2012 السته في الملعب الفكره ان احنا نلعب قدام الاهلي ونكسبه 5-3 وطبعا كواليتي لعيبه الاهلي لا يختلف ما يختلفش عليه اثنين اكيد فده انجاز كبير يحسب لسفينكس ولحضرتك طبعا. انا حضرتك انا عندي مشكله ان انا لو بلعب اي حد انا عايز اكسب اهلي زمالك اي حد انا مشكله بس احنا محتاجين نخف الاستريس شويه في الملعب. لا انا صعب انا صعب انا صعب كابتن علشان ايه انا ابني ما بيحبش يتمرن معايا. لا ان شاء الله ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله. كنت برضه عايزه اعرف منك يا كابتن يوسف ايه البطوله اللي انتوا اشتركتوا فيها وحسيت ان هي كانت صعبه جدا 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 وبعد ما اتخطيتوها وعملت فيها سكور كويس وحققتوا فيها انجاز كويس قلت الحمد لله التعب جه ربنا كافئنا بيه. كانت بطوله الاهلي السنه اللي فاتت لحد اخر يوم كان في ست فرق اي فرقه كانت ممكن تاخد البطوله يعني من الست فرق اي فرقه من السته تاخد البطوله كانت يعني كان كل فرقه فاضل لها مثلا ماتشين تقريبا او ثلاثه اي فرقه تكسب الثلاث ماتشات تاخد البطوله. كانت سفينكس فرقه منهم كنت ساعتها الترتيب الثاني بس للاسف ما حالفناش الحظ مع الاهلي طبعا في اخر دقيقه خسرت 1-0 فخرجت بره المنافسه. ولما تخسر قدام الاهلي 1-0 او بهدف نظيف ده انجاز والله في حد ذاته يعني ده بس انا كان عيني على البطوله عمل بطوله ان شاء الله باذن الله اللي ما حققتوش السيزون ده نحققه السيزون الجاي باذن الله باذن الله ان شاء الله. خلينا نرجع لنجم المستقبل محمد محمود غريب. قولي بقى انت بتلعب في كذا مركز زي ما احنا اتفقنا انت جوكر تمام قولي مين المثل الاعلى ليك في مصر بره ولا لا جوه مصر الاول احمد عبد القادر. ليه عشان بيلعب اف شمال وبلعب زي انت حاسس ان الكوره بتاعتك شبه الكوره بتاعته او لما تكبر ممكن تدي زي ما هو بيدي في الملعب باذن الله. طب وعالميا كريستيانو والله اجابتك حلوه تمام اصل غريب حضرتك مهاري جدا مهاري جدا فهو حتى نقى في الاهلي اللعيب المهاري. طيب انا كنت عايزه اعرف برضو من حضرتك يا كابتن اشرف في ايه البطولات الجايه اللي حضرتك بتعدها مع 2011 حضرتك انا ماسك دلوقتي الجيم في تاسيس الاولاد علشان نطلع بيهم للجيل الاعلى واحنا ان شاء الله في فرق عندنا رايحه بطوله الاهلي اللي جايه ان شاء الله وطبعا احنا بنجهز الفرق كلها اللي رايحه كابتن سامح الاعداد ليها بقى بدا من اكيد اكيد طبعا جاستن تايم من بدري يعني. من بدري من بدري يعني احنا بنتكلم دلوقتي واحنا يعتبر بادئين لان انا واحد من الناس مثلا بحب اشتغل يعني قبل البطوله بدري شويه لان انا في حاجه اسمها الحمل التدريبي بنزل امتى واطلع امتى وخلي بعد حضرتك برضو احنا داخلين دخول المدارس ايوه ففي ستريس على الاولاد برضو مش عايزين هو ده اللي انا برضو كنت عايزه اعرفه من حضرتك إيه احنا داخلين على سيزون المدارس تمام. ازاي بقى يعني بتوازنوا ما بين ان فكره ان يكون في وقت دراسه وفي وقت تمارين هنا ملزمين بيه وهنا ملزمين بيه ازاي بنعمل التوازن في الحمل التدريبي طبعا لان الولد ممكن ولد بيصحى الساعه 5-6 الصبح يروح المدرسه حقيقة. بيرجع على الظهر ممكن ما يكون ما بيلحقش ينام ما بياكلش كويس فبيجي لي اصلا ما مش قادر يتمرن فما زودلوش انا البدن وطبيعي البراعم برضو بتحب تلعب بالكوره واحنا كمدربين عامه في سفينكس او واخدين تعليمات بده برضو ان احنا بنشتغل بدني بكوره كوره بكوره كله احنا الكوره في الملعب زي ما حضرتك شفتي ايه تو زد انا انا مش عايزه طبعا احرق المفاجآت بس انا عملت تقرير خارجي لسفينكس شفت تنظيم لا يعلى عليه زي ما انا قلت انا على تاريخ مدار 8 سنوات انا بغطي اكاديميات وانديه ما بين درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه واكاديميات انا ما شفتش التنظيم دوت فعلا اي تو زد كل حاجه ماشيه مظبوط يعني كاننا في مؤسسه منتظمه في كل شيء اتفضل يا كابتن. فحضرتك احنا دلوقتي بنأهل الاولاد لدوري الاهلي وبرضه بنراعي موضوع المدارس دوت بس يبنيكي قبل البطوله بقى طبيعي ان انت لازم تعلي بقى خلاص هم خدوا على الاجواء دخلنا المدارس
خلاص اتعودنا على الصحيان بدري وهننام براحتنا. بياخد برضو كل مدرب بيقول له تنام امتى وتصحى امتى، الاكل ايه. احنا بندي يعني برنامج غذائي للاولاد. كابتن سامح جاب لنا، قعدنا زي ما بقول لحضرتك 4 5 ساعات احنا كمدربين تعبنا. يعني عايز اقول لحضرتك بيشرحوا لنا احنا استفدنا. انا كولي امر عندي اولاد استفدت. حضرتك استفدت؟ طبعا. البروتين، الكربوهيدرات، امتى تاكل دوت امتى ما تاكلش دوت، تشرب ايه وما تشربش ايه، بعد ما تخلص تمرين ينفع تاكل ايه وما ينفعش تاكل ايه، تشرب ايه المسموح وايه غير المسموح. قعدنا حضرتك 4 5 ساعات يعني كورس متكامل. كورس متكامل اكيد يعني. ننتقل لكابتن يوسف. قولي كابتن يوسف، في حاله ان حضرتك مرنت لاعب او كذا لاعب طبعا في الفريق بتاعك، جه عرض او 2 او 3 مثلا اتسلط عليهم الضوء، ومثلا نادي معين مثلا في الممتاز الف او ب طلبه، بيتم التعامل من الاكاديميه ازاي؟ هو بيتم التعامل من الاكاديميه على حسب العرض دوت هيفيد اللعيب بايه. احنا ما بنبصش غير ان احنا نفيد اولادنا. يعني اللعيب بتاعي هيستفاد قد ايه من العرض ده؟ تمام. فاحنا بندور دايما على العرض اللي يفيد اللعيب مش اللي يفيدنا احنا اكاديميه، يعني احنا اللي عايزينه يستفاد منه ان اسم سفينكس يطلع بس يبقى فوق. ايوه، ما دي كمان في مداخله هاتفيه مع كابتن سامح اكد ان الموضوع بيكون هدفه مصلحه اللاعب في المقام الاول. بالظبط، ما بندورش على مصالح خاصه لينا احنا، اهم حاجه مصلحه اللاعب فوق اي شيء. طب بتحفزوه ازاي مثلا في حاله انتقاله لنادي كبير؟ بتدوا له الريسك ده ازاي؟ ان هو يكون مؤهل نفسيا ازاي؟ طبعا كل مدرب بيفضل يتكلم مع اللعيبه، احنا دايما بنعتبر كل اللاعبين الاكاديميه اخواتنا الصغيرين. فبنفضل نقعد نتكلم معاه، بنأهله نفسيا اكنك بتلعب هنا، مفيش فرق بين هنا وهناك، اهم حاجه تروح تظهر بمستوى كويس الناس ترضى عنك بيه، عشان تبقى باذن الله ربنا يكتب لك حاجه جديده تروح فيها هناك يعني باذن الله. طيب كلمني بقى شويه يا محمد يا غريب. قولي انت هدفك في الوقت الجاي، طموحك ان انت تلعب في نادي معين، حاطط عينيك على نادي معين، ولا هدفك الفتره الجايه تمشي في الكوره ازاي؟ يعني بمعنى ان انت نفسك ايه النادي اللي انت نفسك تلعب فيه؟ في نادي معين؟ حط المايك وقولي. ممكن عايز اروح نادي الاهلي عادي. النادي الاهلي، نفسك تلعب في النادي الاهلي؟ بره. او تحترف بره. طب كلمني، بابا وماما بيدعموك كويس؟ يعني بيقولوا لك لازم توازن ما بين مثلا المذاكره وان انت تدريباتك يودوها لك وكده؟ بيقعدوا معايا في المذاكره والنادي، يعني مش بيختلفوا عن المذاكره والنادي. يعني وقت انا ليا تايم في المذاكره بخلصه، وبعد كده ليا تايم في النادي بخلصه. طيب لو جالك احتراف بره، بابي ومامي يوافقوا ولا يقولوا لك لا؟ لا يوافقوا. ربنا يوفقك يا رب. عايزه انتقل لكابتن اشرف. قول يا كابتن اشرف، كابتن سامح انا ملاحظه ان بيكون في دايما دعم من خلاله للاكاديميه، يعني مثلا بيكون في احتفالات معينه، انير مثلا، في اعياد معينه. في كلمني بقى شويه الطقوس دي بتكون ازاي، بما ان حضرتك احدى الاضلاع الاساسيه للسفنكس. بصي كابتن سامح، يعني ما ينفعش انا اتكلم عليه اصلا. يعني ما ينفعش، يعني هو يعني اي حاجه ممكن تخطر على بالك كابتن سامح هيعملها. انت ممكن تبقي كمدرب، انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكره في مناسبه معينه، ابص الاقي هو مجهز ومحضر وحاجات، يعني بيخلي الاولاد فعلا يعني بيخرجوا، مش عايزين يمشوا احتفالات، حابين المكان خلاص بقى بيتهم. لا حضرتك اللي بيعمل حاجات يعني وبياخد راينا بصراحه، حق الله يعني. ايه رايكم لو نعمل كذا؟ ايه رايكم طب عايزين نعمل جديد؟ يعني كل مره الاحتفاليه جديده، نفكر اوت اوف بوكس جديد. عمل مره حاجه شعبيه ورقص وبتاع، والاولاد كلها فرحت بيه، يعني بيعمل حاجه جديده كل مره، حاجه جديده، وما بيسيبش حاجه بصراحه. يعني وغير متطلبات الاكاديميه نفسها كمدربين، ما فيش مدرب فينا بيطلب منه حاجه الا لما بيطلب طبعا من خلال كابتن محمد عمر، لان هو المدير الفني للاكاديميه. كابتن محمد عمر بيبلغ كابتن سامح، فهو اوريدي خلاص موضوع ملبى يعني. طيب برضه عايز استثمر وجودك معايا كابتن اشرف، وقولي سياسه الثواب والعقاب لحضرتك انت كمدرب، مثلا لو في لاعب كان مثلا حضرتك عطيت له مثلا اوردرز مطلوبه منه 1 2 3 تمام، ما نفذهاش، او نفذ مثلا بوينت ونمبر 2 نمبر 3 ما نفذهاش، تختلف هي في الملعب ولا بره الملعب؟ ايه دي ودي. لا لو في الملعب انا دايما مع الاولاد، وخصوصا يعني لو في بطوله قائمه وماتش مهم شغال والرولز بتاعتك لم يتم تنفيذها، بيتم التعامل ازاي معاك؟ بصي انا صعب قوي في التعامل، يعني انا صعب جدا يعني. يعني زي ما قلت لحضرتك ان ابني كان معايا في بطوله 2012، كان بيتحايل على كابتن سامح يقول له انا عايز اتمرن مع كابتن يوسف وهداف البطوله. يعني هو قفل. مش كل اللاعبين خصوصا لو في مرحله البراعم او الناشئين عندهم سياسه ان هم مثلا بيفهموا معنى ان الاستريس ده لصالحك. بعمل حاجه يعني الحمد لله ربنا موفقني فيها مع الفرق اللي انا اشتغلت فيها، ان الولد بيحبني وبيخاف مني.
انا اول حاجه لازم يحبني مش الاول يخاف مني، لازم يحبني طبعًا الاول طبعًا. فهو لو حبني لا اوريدي هيسمع كلامي وهيبقى عايز يرضيني، بس ما بيبقاش فيه قرار صارم ان هو ممكن مستحيل يعني انا خسرت من الاهلي، انا كان معايا ثلاث فرق اهلي ماتش 5-3 كسبنا 5-3 وماتش تعادلنا هم تعادلوا معايا 4-4 بعد ما ادوا الوقت. طب 5-3 ده هتكرره تاني بقى؟ عايزه وعد للساده المشاهدين والكل اولياء الامور بتوع سفينكس والكل مجلس اداره سفينكس على راسهم طبعا كابتن سامح، وعد ان ده هيتكرر لو تاني. اراد ربنا وكنت ماسك فرقه من فرق اللي رايحه البطوله ان شاء الله، انا بوعد ان انا ان شاء الله اقابل الاهلي لو ثلاث فرق اربع فرق انا هكسبهم ان شاء الله اربع ماتشات، ونحتفل بقى هنا من داخل الاستوديو ونجوم الملاعب باذن الله باذن الله باذن الله اكيد. تمام. كابتن اشرف عايزه انتقل، كابتن يوسف عفوا عايزه انتقل ليك، قول لي في حاله مثلا ان بيكون طبعا حضرتك عارف ان لازم يكون في اي اكاديميه او في اي نادي، بما ان سفينكس بتصير على درب الانديه مش على درب الاكاديميات، ده اللي انا ملاحظاه، بيكون في كان قبل كده كابتن عواد وكابتن محمد عمر قالوا لي ان في دكتور نيوتريشن تغذيه علاج طبيعي، فكره بقى المعد البدني دي انا ما اتكلمتش فيها، في معد بدني ولا مثلا بتكتفوا ان المدربين هم اللي بيكونوا بالقائمين بالبوزيشن ده؟ لا هو كل مدرب كل فرقه بيبقى هو القائم بالبوزيشن ده، يعني كل مدرب يعتبر هو المعد البدني بتاع فرقته. يعني بس كل فرقه كل فرقه المدرب بتاعها مختص بيها في الملعب، كمعد بدني كمدير فني كمدرب عام، وطبعا بيبقى فيه مساعدات طبعا من مدربين زمايلنا، يعني ما بنخليش كل واحد واقف لوحده حقيقه، ف اللي بيبقى محتاج مساعده مع عدد كبير مثلا الكلام دوت طبعا بنقف معاه، فبيبقى كل مدرب هو اللي اضرب فرقته طبعا طالما هو قاعد معاه. وبصراحه كابتن سامح بيبقى مدي اي مدرب كل الصلاحيات ان هو يتصرف زي ما هو عايز، هو كابتن محمد عمر بيجوا في الاخر البطوله بيحاسبونا على ايه اللي حصل. طيب كابتن يوسف برضو عايز اسالك سؤال، في حاله ان مثلا نفس السؤال اللي كنت موجهه لكابتننا الكبير كابتن اشرف، في حاله ان لم يتم اتباع المعايير او الرولز بتاعه الاكاديميه او بتاعه المدربين، بيتم التعامل مع اللاعب ازاي؟ يعني بيتم حرمانه طبعا من ان هو يعني يلعب بالكوره، يعني اللعيب العيل الصغير بيبقى جاي عشان عايز العب كوره، فانت هديك رولز مثلا فخطيتها فمش مش هديك اللي انت عايزه، لازم تعمل اللي انا عايزه عشان انا اديك اللي انت عايزه. طيب احنا كان عندنا مركز ثالث بطوله رويال حضرتك شاركت فيه في 2024؟ لا كان كابتن اشرف. كابتن اشرف يبقى ننتقل لكابتن اشرف. تفضل. كابتن اشرف قول لي البطوله دي كانت السمات بتاعتها ازاي ووصلنا للمركز الثالث فيها ازاي؟ انا كنت ساعتها كنت لسه ماسك 2011 جديد. هما طبعا كانوا بقالهم من فتره مع كابتن يوسف. كان مع كابتن يوسف. ومع الاسف يعني انا كنت عشمان ناخد البطوله. زي ما قلت لحضرتك انا لا بس احنا في السكور مركز ثالث ده كويس. مع حضرتك انا طماع شويه يعني انا معلش. طب خلاص طماع. المركز الثاني بتاع اليورو كان مين اللي مشارك فيه؟ لا اليورو كان تقريبا كابتن يوسف. انت انا كابتن يوسف. ننتقل لكابتن يوسف. المركز الثاني في اليورو 2024 بطوله مهمه اخذت فيها مركز كويس، عملت الاعداد ليها ازاي قبلها؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك في قبل البطوله بشهر بنعمل التمرينات البدنيه والمهاريه، وبنختار طبعا القايمه اللي انا ببقى محتاجها في البطوله. فالحمد لله دخلنا وشاركنا، وقفت برده معايا على اخر ماتشين تقريبا، تعادل وخساره، كنت اكسب ماتش من الاثنين كنت اخد البطوله، للاسف الحظ ما حلفناش. ف يعني مجرد حظوظ للاسف، هي توفيق يعني ربنا ما كانش موفقني. زي ما مثلا بنوصل لمرحله يعني كان ماتش طلائع الجيش اللي هو في السوبر لو حضرتك تتذكره اللي كان من خلال تقريبا شهر وصل ان هو بقى ماتش الزمالك ركلات ترجيح الزمالك وطلائع الجيش وصلت ان هم يعني 10 ركلات 10 نهايه الفوق 10 مقابل 9 ففي حاجات التوفيق طلائع الجيش والاسماعيلي صح بيكون التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نقول فيه اي حاجه اكيد طبعا. طيب ننتقل بقى لمحمد غريب، قول لي بقى انت لو مثلا كابتن اشرف او كابتن يوسف اعطاك رولز معينه وانت ما التزمتش بيها فكان العقاب بتاعك انك تكون على دكه البدلاء لمده مباراه 2-3 هيكون رد فعلك ايه؟ هتحترم القرار ده وتشتغل على نفسك وتتعلم ولا هتكون هتعمل ايه؟ قول. هو حاجه كده انا هحترم اللي هو اللي بيقوله. هو انا مثلا هو قال لي على حاجه وانا ما عملتهاش هو زعل هيعاقبني، مش بيزعلني ولا بيخليني انا وحش ده حلو، لا هو بيعاقبني عشان عايز يطلعني احسن. تمام برافو عليك اجابتك ذكيه. طيب قول لي بقى
احنا برضو في حاجه عايزين ننوه ليها، مرحله البراعم او التاسيس اللي هو بيبقى دي بتبقى مرحله صعبه جدا جدا لاي، يعني لازم يكون المدرب ذات خبره. يعني اول حاجه كابتن سامح قالها لي، قال لي المدرب الاهم على الاطلاق يعني، او من اهم الاعمال الاساسيه للسفنكس كابتن اشرف يحيى. قولي انت بتتعامل في الوقت ده نفسيا وسيكولوجيا مع الاطفال ازاي؟ انا زي ما قلت لحضرتك انا عصبي، بس العصبيه دي ما ينفعش تطلع مع الجروب ده خالص، خاصه الايدج ده. طبيعي انا لما بتعامل مع الولد اللي هو الايه اللي احنا اشتغل مع كابتن يوسف وكابتن اشرف وكابتن مولو وكابتن ده اوريدي خلاص خد من الخبرات اللي تخليه يستحمل. انما ولد لسه جاي لي جديد خامه، في اللي زي ما قلت لحضرتك في اللي هو جاي اوريدي كويس، وفي اللي هو قليل، وفي اللي قليل قوي. فده صعب ان انا ازعق له، صعب ان انا اضغط عليه في حاجه يعملها هو مش قادر عليها. لا بنتعامل معامله اكني معلش انا اسف يعني في حضونه. طب نمشي واحده واحده. طب تمام يعني اللي هو ايه، انا معاك للاخر، مش هزعلك، انا هعمل اللي انت عايزه. انت عايز تمشي بالكوره كده، طيب نمشي من غير كوره الاول، وبعد كده نعرف احنا بنمشي ازاي من غير كوره، وبعد كده هناخد الكوره ونمشي بيها ازاي. طب هنباصي ازاي؟ طب ايه الخارجي الداخلي انسايد؟ بتتعلم واحده واحده. ومع الوقت ما شاء الله في اولاد كتير جابت احراز التقدم ما شاء الله. في ولد ما كانش بيعرف يباصي، ادي له الكوره بيباصيها بكعب رجله، دلوقتي ما شاء الله صعدته به. طب انا برضو في سؤال يمكن انا كنت وجهته لكابتن يوسف، بس انا يهمني برضو رد حضرتك فيه، خصوصا ان حضرتك يعني في المرحله دي. اتفضل. حضرتك عارف ان المرحله اللي هي بتاعت البراعم تحديدا بيكونوا الاطفال اولياء الامور في كلاتشر غلط شويه عندهم، ان هم يغذوهم كل ما اكلك كل ما يا حبيبي هتدخل. فممكن يجي لحضرتك لاعب زي ما حضرتك بتقول مهاريا كويس جدا، تمام، بس بدنيا محتاج يتظبط الشاي بتاعه، بيتم التعامل ازاي؟ والله زي ما كابتن يوسف قال، احنا بنام برضه على تعليمات كابتن سامح، وانا مش هنسى الاجتماع اللي قال راعوا الحته دي في الاولاد. انا بهتم قوي بالولد المهاري ده، انا بحب الولد المهاري قوي. فلما بلاقي ولد مهاري وكورته كويسه ووزنه تقيل، انا ببقى انا اللي بروح اساله، يعني انا بقول له اديني ميزانك اسبوع باسبوع. فممكن انا انسى، طبيعي انا معايا فولو معايا اصل انا معايا كذا فرقه شغال، فعندي ولد هنا ولد هنا ولد هنا، فانا اوريدي برضو محضر شغل هعمله النهارده اوريدي، ممكن ما انسى. فالاقيه هو اللي جاي لي، كابتن طيب نركز في الحته دي بقى، احنا عملنا ايه غلط؟ كلنا ايه؟ ما كلناش ايه؟ طيب نظام اصل في اولاد مع الاسف، وبعد كده بيتم بقى اخذ القرار الصحيح. يعني انا بقول لحضرتك انا معايا ولد في 2013 و14، تمام، يعني انا جاب لي الميزان ما شاء الله الله اكبر دلوقتي ريشه. والله الحديث معاكم شيق جدا، وما كانش نفسي انه يخلص. احنا سعداء جدا والله بالتواجد مع حضرتك، نورتوني، وان شاء الله الى لقاءات قادمه ان شاء الله في تحقيق انجازات وبطولات. سعداء جدا منه. الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه الحلقه، الى ان نلتقي الاسبوع القادم في نفس الميعاد، لكم مني ارق التحيات.